السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهذه الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي واللي الناس نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة باللي راح نعرضه لكم أو بالمواضيع اللي أنتم تريدون تحجون بها. أي موضوع عندكم تريدون تحجون بيه تقدرون تتصلون بنا، أي شخص ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يكتب لنا رسالة واتساب نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ أول ملف ويانا واللي هو ملف التعليم المنهار ومشاكل التعليم وانهيار الواقع التعليمي بالعراق. انطلقت اليوم امتحانات الصف السادس إعدادي البكالوريا فرع العلمي والأدبي، شاركوا 689 ألف طالب بوسط تردي كبير وانهيار إلى الواقع التعليمي بالعراق. مع كل هذا الشيء، مع كل هالأمر هذا، الطالب العراقي دا يبذل كل جهده حتى ينجح، دا يبذل كل جهده حتى يجتاز الامتحان ويدخل إلى الجامعة، ويعتمد أغلب الطلبة على محاضرين ومدرسين خارجيين أو معاهد تقوية حتى تساعدهم بفهم المادة والمواد الدراسية. واشتكى بعض الطلاب من عدم وجود تكييف داخل القاعات الامتحانية بوسط ارتفاع درجات الحرارة، وأنه بعض الصفوف ما تحتوي على مراوح أو سوى على مراوح، نصف هاي المراوح اللي موجودة بالقاعات الامتحانية يشتغل والثاني معطل وهم دا يتأذون بسبب درجات الحرارة العالية. خلونا نسمع شكوى الطلاب. احنا الولد قاعد يمتحنون والحمد لله والشكر، فد الولد نقص عندهم تبريد، يعني مو اريد سبلتات، اريد مبردات للقاعات. على قد الحال زينة بس حر يعني اثر علينا هواي. لا زين الحمد لله، بس انقلك الحر يعني الاسئله سهله اليوم. الاسئله اليوم زين سهله الحمد لله والشكر. شلون نشوف الاجواء؟ والله اولا الاسئله من ناحيه الاسئله بسيطه كانت، يعني ما فيها فكره خارجيه. ومن ناحيه الحر يعني مبردات ماكو، بنكات اكو بين عطلانات وقديمات كليتها. الامتحانيه والله من ناحيه الاسئله زين الحمد لله، بس من ناحيه الاجواء انه حاره حيل وبنكات مروحه قليله، يعني شغلتها قليله، وعلى واي يوفرون لنا مبردات عاد احسن من البنك. يعني تخيل الطالب العراقي عزيز المشاهد، العراقيين يعرفون بمعاناة الطالب العراقي خصوصا هاي المرحلة النهائية المهمة في تاريخ كل طالب أو طالبة عراقية. تخيلوا مشاهدينا الكرام من باقي الدول وأشقائنا العرب أنه الطالب العراقي يدرس بالبيت كهرباء ما عنده، يدرس على لالة، ويدخل إلى القاعة الامتحانية اللي هي المكان اللي لازم يركز به ويعصر ذهنه حتى يقدر يجاوب بشكل صحيح، ويحتاج إلى أجواء وبيئة صحيحة ونظيفة للامتحان حتى يقدر يمتحن، دا يواجه مشقة بسبب أمور كثيرة أدت إلى انهيار التعليم وخروجه لمدة أكثر من 11 سنة من جودة التعليم اللي تتخذه منظمة اليونيسف. عندنا ناشط من قضاء الشطرة بمحافظة ديقار يبين شنو واحد من أسباب تردي الواقع التعليمي، وما دا يحكي على الأسباب كلها، دا يقولكم واحد من أسباب تردي الواقع التعليمي العراقي أنه المدارس متلكئة بسبب الفساد في بناء المدارس، وبقت آلاف المدارس قيد الإنشاء ما كملت لحد الآن، ما اكتمل إنجازها بسبب الفساد وسرقة الأموال المخصصة لها من قبل الأحزاب اللي تسيطر على مقدرات المحافظات العراقية بشكل عام. خلونا نسمع شهادة الناشط. هسه انتم من بنيتوا لكم مدرسه وصار لها 11 سنه ما اعرف 12 سنه ما اعرف 14 سنه، بهذا الحال وخضرت شجر وزور، يعني ابوكم لا حتى وزارات. هسه هاي المدرسه بشربك بنص الشطره، عشرات مثل هاي المدرسه بهذا الحال، يعني ماكو شريف، ماكو واحد من ذول الزبايل ود الزبايل. الاحزاب اجى قال يابا هاي مصروف عليها مليارات ما بالملايين، مثلها عشرات المدارس بكل المحافظات، بهذا الحال لا ابو وزاره بيها حظ
ولا اكو رئيس وزراء بيحف ولا اكو وزير بيحف. الأخ هنا لما دا يحكيكم على مدرسة بالشطرة بمحافظة ذي قار، يعني دا يحكيكم على جزء معين من المدارس، هاي واحدة من المدارس. واحدة من مشاكل هاي المدارس انه يصير نظام مزدوج للتعليم بالعراق، ومزدوج ثنائي وثلاثي. واحدة من المشاكل انه هاي الأبنية المهجورة تستغل من قبل عصابات الجريمة. هاي الأبنية المهجورة تستغل من قبل عصابات الجريمة وعصابات الترويج إلى مادة المخدرات، اللي وزراء يقولون أكثر من نصف الشباب العراقي يتعاطون المخدرات. هاي واحدة من الأسباب اللي تؤدي إلى انتشار ذيك. فتتخيل أنت عندك هاي الأبنية تسبب لك مو مشكلة واحدة، مشكلة ومشكلتين وثلاثة. مدرسة ثانية تعاني من الإهمال بمحافظة المثنى هي مدرسة الكوفة، اللي بدأ الشغل بيها سنة 2011، واللي من المفترض انه ينتهي البناء بالمدرسه مثل ما تلاحظون تاريخ المباشره 13/12/2011. مده العمل اقل من سنه، 270 يوم، لكن مرت 12 سنه وما افتتحوا هاي المدرسه، واصلا ما كمل بناء هاي المدرسه، وانتركت تنتظر مصيرها، وطلابها متروكين بمدارس ثانيه بعيده او كرفانيه او بدوام ثنائي او ثلاثي. خلونا نشوف. شوف هاي الكارثة، هاي المدرسة طبعاً راح توقع، وأتمنى تفر الكاميرا عليها. هاي المدرسة راح توقع ولحد الآن لا طالب دخليها ولا الشركة اللي استلمتها سلمتها للتربية. تاريخ المباشرة 13/12/2011، واليوم إحنا شقد؟ 20/6؟ 20/6/2023. 2023 من 2011 ل 2023 مدة التنفيذ 270 يوم. 270 يوم لازم المدرسة كاملة والطلاب تاخذ دروسها بهذه المدرسة، لكن المدرسة راح توقع ومتآكلة وكوارث بيها. أبو أحمد طبعا خابرنا الرجل، قال عمي تعالوا لينا هاي المدرسة، إذا ما يردونها خلي يشيلونها، خل الناس تقعد بيها، خلينا نشوف لها شارة ثانية. إذا التربية أو محافظة المثنى انه ناسين اكو منطقه اسمها منطقه آل عويت بقضاء الهلال تابعه لمحافظه المثنى، احتمال ناسيننا، هاي الناس احتمال ناسيتنا. شنو السبب؟ يعني ما معقول هذا المقاول اللي استلمها بمليار واكثر من مليار، ما حد قال له يابا انت ايش وقت راح تسلم؟ 270 يوم مده الانجاز، مده التنفيذ من 2011 ل 2023. حسب ما مكتوب على القطعة اللي كاتبتها المديرية العامة للأبنية المدرسية، أنه بلش المشروع 13/12/2011 ومدة البناء 270 يوم، يعني 9 أشهر و10 أيام. يعني المفروض هاي المدرسة خلصانة 23 أيلول 2012، ومن بداية العام الدراسي 2012/2013 إلى هذا عامنا اللي انتهى، المفروض هاي المدرسة تشتغل، والمفروض هاي المدرسة كاملة. زين المديرية وين؟ الوزارة اللي نطت الفلوس وين؟ والمقاول اللي فلت من 2011 لليوم وين؟ هذولا كلهم تعالوا دوروا لي عليهم وين؟ ومنو مسؤول عليهم؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك علي جبار يقول والله هاي كارثة. طبعا مو بس هاي المدرسة، أكو مدارس تم بنائهن وبقا على هذه الشاكلة. محمد عبد الحسن جاسم يقول بس أريد أعرف القائم مقام شنو دوره؟ لا يراقب، لا يحاسب، لا يوضح للناس أسباب التلكؤات، يعني ليش وقت هاي الناس تبقى مستحية وساكتة؟ الشاعر محمود الأعاجيبي يقول هاي المدرسة مهملة صار لها سنوات، وللأسف ماكو أي متابعة من الجهات المعنية، على الرغم من نسبة الإنجاز بها تعدى النص، وبمنطقة جاي تعاني طلابها من الطريق، نتمنى إنصاف المنطقة وإكمال مدرستهم. هاشم محمد، تعرف يمتى الإعمار ياخذ دوره؟ من يلزم المدينة إنسان نظيف ويخاف من الله وغير متحزب. فكانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية اللي هي معاناة طلبة العراق في مدارسهم بسبب الفساد في مشاريع بناء أو إعادة إعمار المباني المدرسية. أبو عمر من بغداد ويانا، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك.
حياك الله استاذ افد. يعني اتضح انه يعني بشكل يعني بشكل رسمي وبشكل انه نعرف انه من حكم العراق من 2003 لحد الان يعني دور التعليم عندنا بالعراق فاشل، والسبب انه دا نشوف ما عندنا مدارس ابتدائيه، ما عندنا اعداديه، ما عندنا جامعات كليات حكوميه، كلها انه صارت مدارس حكوميه مدارس اهليه وراجعه للاحزاب، على مود يستفادون من عندهم مبالغ من طلبة الكليات من طلبة الجامعة من طلبة الإعداديات. كل هاي المراحل استفاد الحكومة وسلطة الأحزاب بدون أن يقدمون لهم يعني خدمات، أنه في وقت الامتحانات يعني مثل ما يأخذون هاي الأموال سنويا 4 ملايين و5 ملايين على كل مرحلة حسب أنه إذا كان إعدادية وإذا كانت جامعة وإذا كانت كلية، فالمفروض عليهم أن يهيئون يعني أجهزة تكييف مبردات يعني مولدات أن تكون لهم، لكن للأسف هذا الدليل يثبت على أنه هاي سلطة الأحزاب والحكومة ما تريد انه لبوة هذا المجتمع ويقود هذا البلد العظيم من هذول الطلبة اللي نفتخر بهم ان يكونون ان اجيال انه تخلق وطن، تخلق ان حكومة بها يتقدمون انها منشأ بالعالم كله، وتعتمد الحكومة على ناس انه فاهمين عندهم عقول عندهم يعني طاقات بانه تخدم البلد. لكن للأسف إني شوف الطالب يدخل للامتحان نشوف إنه لا أكل إلا التكييف، لا أكل إلا المي البارد، لا أكل حمامات نظيفة، وكل هاي الأمور المفروض تهيئها إدارة المدرسة وزارة التربية وزارة التعليم قبل دخول الطالب للامتحان، أن تكون له يعني فد مكان يحس بها وقت الامتحان، يكون راحته النفسية، يكون يعني ما مرتبك ما مضايق، يشوف الجو يعني لطيف. بس للأسف دليل على أنه هاي سلطة الأحزاب ما تريد أنه تراعي هذا المواطن وما تريد أنه يخلق إلا فصورة جيدة. ليش؟ دلالة على أنه نهاية تدريسه ونهاية تعليمه ونهاية شهادة اللي يأخذها ماكو إلى أي تعيين وماكو إلى أي مكانة. فنشوف الإهمال يعني الامتحانات، ماكو عندنا مدارس، ما عندنا انه يعني اساتذه احتراماتي الاساتذه اللي زينين، يعني ما عندنا في التدريس زين انه صار عندنا يعني طلاب تخرجوا وصاروا مكان وصار لهم اسامي. يعني عندنا قبل الثمانينات بالتسعينات وبالألفين يعني انخلقت يعني طلبة مجتمع قاد العراق وإلهم أساميهم وإلهم مواقفهم وإلهم ذكرياتهم يعني نعرفهم، يعني بدنا نذكر الناس يعني وصلت البلد واعتمد عليها البلد واعتمد عليها الحكومة. ليش؟ لأنه هذا الإنسان اللي كرس حياته وقدم نفسه للوطن من أجل أن يكون هذا الوطن جميل بوجودهم، جميل يعني فكرهم، جميل يعني بأخلاقهم اللي توصل بها المواطن. فللأسف هذا الدعم ما عنده موجود. فمهما كان أنه هذه الحكومة فاشلة لابد أن يجي يوم والعراق يعني يبقى يتطور، يبقى مثقف بناسه وبأهله بشعبه. تروح هاي الحكومة إن شاء الله وإحنا متأكدين أنه هذا الشعب مصمم على أن إسقاط هذا النظام وهاي الحكومة بسبب هذا الفشل اللي عندهم وهذا التدمير اللي صار عندنا من 2003 ولحد الآن. وتحياتي لك أستاذ أفل وتحياتي لقناة الرافدين البطلة. شكراً لك أبو عمر. المشكلة أنه التعليم بالعراق كان يعادل التعليم في الدول الإسكندنافية. روحوا شوفوا التعليم بالدول الإسكندنافية وين وصل حاله بال2023، وشوفوا التعليم بالعراق وين وصل حاله بال2023. العراق في سبعينيات القرن الماضي وثمانينيات القرن الماضي وتسعينيات القرن الماضي، السبعينيات هي العصر الذهبي للعراق، ثمانينيات هي فترة أطول حرب في القرن العشرين مدة هي الحرب العراقية الإيرانية، تسعينيات هي فترة الحصار الأمريكي الجائر على بلدنا الحبيب، بس كانت مدارس العراق تشتغل ورصينة وبها وسائل شرح وإيضاح تساعد المعلم والطالب على إيصال المادة وفهم المادة من الطرفين، والمختبرات كانت عامرة والطلاب يسوون اختبارات كيمياء وفيزياء وأيضا مختبر الأحياء مملوء بالوسائل اللي تساعد الطالب على فهم كل شيء. لكن احنا بال2023 في عصر الديمقراطية في عصر الحكومات المدنية وحال التعليم بالعراق هو هذا بانكه، ماكو مدرسة، ماكو، والدوام بدوامين وثلاثة، والمدرسة الوحدة بها مدرسين وثلاثة مع الأسف.
نروح هسه الى ملف فساد كبير ثاني، اللي هو ملف فساد مصفى كربلاء، اللي من المفترض ان يبقى هذا المصفى حاله حال مصفى بيجي، ذاك تفكك وانشمر الى الارجنتين بقدره قادر، بس هذا لا، لازم يبقى غير مكتمل ومعطل عن العمل. بدايه نبدي ويا المتدربين العراقيين اللي اشتغلوا ويا الشركه الكوريه اللي كانت هي تبني المصفى. تفاجئوا، هم اشتغلوا لمدة سنوات، تفاجأوا أنه أسماءهم ما موجودة ضمن المشمولين بالتعيين على شركة مصافي الوسط والجنوب، واستبدالهم بأسماء ثانية، رغم أنه هم قضوا فترات طويلة وسنوات يتدربون على أجهزة المصفى وعلى آلية المصفى وعلى التكنولوجيا المتبعة هناك. ومن المفترض أنه ذول المتدربين هم اللي راح يلزمون المصفى، فبعد تدريب سنوات لقوا غيرهم يشتغلون وهم أم لازميهم الباب. خلونا نسمع. شنو ذنب المواطن العراقي أو الشاب العراقي اللي تعب ودرس وشقى سنين وراها صار متدرب، والكل يعرف أن المتدرب من غير أجر، تدرب سنوات على أمل أنه باكر عقبه يشتغل ويتعين وياخذ مردود، شنو ذنب هذا اللي شقى وتعب تعبه كله يروح بلاش؟ نروح هسه إلى القضية الأساس في مصفى كربلاء. النائب هادي السلامي كشف ملف فساد خطير جدا، اللي هو تعمد جهات على تعطيل اجزاء من مصفى كربلاء وتسببهم خساره المليارات، خصوصا تعطيل وحدات انتاج ماده او مشتق البنزين من النفط الخام. هو اللي اعتبره ناشطون انه هو تدمير الى المصفى على خطط دمار والسرقه اللي صارت بمصفى بيجي سابقا، اللي كان يعتبر هو الاكبر بالمنطقه. حتى يبقى العراق بلد مستورد إلى المشتقات النفطية والمحروقات، رغم أنه هو بلد نفطي ويمتلك أكبر مصافي النفط وأقدمها ويعوم على بحر من النفط. خلونا نسمع. وحدة تحصيل بازية بالمصفى معطلة عمداً، تحتاج لها 400 مليون ما يقبلون يصلحوها. وحدة تحصيل بنزين مصفى الدورة معطلة عمداً. مشتغل مصفى كربلاء. مصفى كربلاء الدمار الشامل، حقنا وماء، لا حقنا وماء بالمصفى، ما المفروض يعني ماء آرو خاص للمبادلات، حقنا وماء عادي من الماء يعني الماء الإسالة العادي، والآن شبه معطل المجلس المصفى، المبادلات حقنا بها ماء، ماء يعني مثل ما نقول باللغة العامية ماء خابط الإسالة. نعم تم تخريب مصفى كربلاء عمدا، الان هو شبه المتوقف، يعني اللي وقف مصفى كربلاء نفسه اللي وقف وحده تحسين بنزين في البصره، ووحده تحسين بنزين في الدوره، ووحده تحسين بنزين بالنجف، ووحده تحسين بنزين بالسماوه، ووحدات تحسين بنزين كلها معطله عمدا. وهذا على سبيل المثال الشركه العقد المبرم بين شركه سيسكو ومصفى شركة مصفى الوسط منذ 2009 ولحد الآن، وحدة تحسين بنزين بالنجف تم سرقة 98 مليار ولا توجد وحدة تحسين بنزين والأموال سرقت. اللي سرقت 98 مليار واللي توقفت بالبصرة وبكربلة وبالسماوة وبالنجف وبذي قار وبغداد بالدورة، وإذا تريد تروح بعيد نقول لك صلاح الدين وكركوك والأنبار، ذن كلهم يتوقفون وديالة وغيرها. ليش؟ حتى يبقى العراق فاتح الكاك مال فلوس مال الأخضر الدولارات الإيران، وإيران تدزلنا نفط تأخذه من عندنا تسوي هناك وترجع لنا، يا تبيع لنا يا بيع،
هي تاخذه ببلاش وانت تشتري من عندهم، علما انه هو نفطك المفروض انت تبيع لهم اياه. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من فيسبوك جلال الخزعلي يقول يعني الحكومه ارجنتينيه ايش تترجى، يخلون العراق يوقف على حيله؟ لا والله هيهات. ابو علي المحمداوي يقول تخريب متعمد لتعطيل قدرات العراق ليبقى ضعيف ويستورد كل شيء من الدول. وعقاب العامري يقول والله مصايب العراق كبيره وما لها نهايه، والمؤامرات مستمره بوجود هؤلاء الفاسدين والخونه. اما كاظم العامري يقول تابع استيراد البنزين من اي دوله تجد عملائها في الداخل هم الذين يخربون لمصالح حزبيه. اما الان عندنا اتصال من محافظه نينوى. عبد الله حياك الله يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هذا بس حياتي لك ولقناه الرافدين. حياك الله اخوي. عزيزي حي حي بارك الله فيك حي. عزيزي عرشتوا على المدارس وغير المدارس من وراء بعد 2003. لا تستغرب حكومه احتلال بامتياز مجوسيه صهيونيه امريكيه اوروبيه. نعم. يعني علينا ان نفكر شلون نخلص بلدنا، ما يصير نظل احنا نحكي ونعيد نحكي ونعيد. نعم. هذا ما اراد الاستعمار بينا، لان انا اقولها مرارا. سرعه وطائفيه ونشطوها حتى ظلت شيعي وسني كردي عربي. تعال شوف المصايب اللي تجرى كليتهم. الله على ما اقول وكيل. كل من اشتغل في هذه الحكومة من موظف بسيط، ما أقول لك الموظفين كل إلا، ولكن اللي اشتغل بظل الحكومة من 2003 لحد هاي اللحظة كلهم حرامية إلا ما ندر، خاف أظلم قسم منهم. احنا في محافظة نينوى حاليا هم المراكز الشرطة والأمن الوطني شوف يحسون بالجكسارات وبالعمارات وبالمليار نص مليار ومليار هذول هم ذيول ذيول كلهم هم ولد العقمي. لانه تعال خلينا نقول بوضوح يا سنه ويا شيعي اذا يضحكون علينا، احنا لما قمنا وقاومنا الاحتلال انتم بديتوا تعاونون الاحتلال ضدنا، خلينا نكون احتياط على الواقع. اليوم يلا حسيتوا ولي حد الان بيكم ذيول اللي خامني ورب خامني، وكانه خامني اكبر من الله سبحانه وتعالى. استغفر الله انا ما اقول لك كذا، هم بدا يوضحون انه خامني اذا قال خامني. انتوا ليش لحد انتوا عرب؟ انتوا اهل الاسلام، انتوا حملت الرساله الاسلاميه، انتوا اللي نشرتوا الاسلام يا عرب. ليش ذيول للغرب؟ ليش ذيول للمجوس؟ والمجوس زرعوا فينا كانونه سموا الجسد العربي. نعم. المجوس انقسم اقذر من اليهود. اليهود عادي واضح يعني اكو مثل بالعربي يقول الف عدو ولا واحد خائن يطعنك بظهرك. هذا بس سموا بالاسلام. قال انا مسلم وهو ما مسلم. من تجي على المجوس غالبيتهم مو مسلمين. واللي قتلوا اهلنا بالدياله الله على ما اقول قائد كبير ذاك اليوم يحكي يقول نزلنا عصابه منهم وطلعوا منهم ميليشيات شيعيه تابعه لايران. من ضحايا دواعش. هيئه دواعش يقتلون من السنه والشيعه اذا ظهرت الفتن. يا شعب العراقي الى متى تبقى مغفل؟ يا اللي زينين احنا نقول على الزينين ما نقول للشنين. نعم. وكثير من الزينين الوسط كانت وطنيتهم انجرفوا ويا الذيول ذولي. تحت مسمات انا ما اقدر لا انت تقدر ابقى صامت ولا تاكل. نعم. لا تاكل حرام ولا تكون بلدك. نعم. اين الوطنيه؟ اين الدين؟ احنا عرب احنا عملت الرساله الاسلاميه، احنا اهلها وين اهلها؟ نعم. وين اهلها ماتوا؟ نعم. نعم. شكراً للأسف شكراً الشديد أقول وين شكراً لك أخ عبد الله. شكراً جزيلاً لك. نروح بقى لاحظت إحنا بدينا حلقتنا اليوم فساد بوزارة التعليم ومشاريع المدارس المتلكئة برعاية متنفذين وأحزاب وكتل. دخلنا إلى فساد شركة عفواً وزارة النفط وشركات المصافي أيضاً برعاية متنفذين وأحزاب. هسه راح أروح إلى ملفات فساد ثانية وهواية تصير بالعراق اللي هي استحواذ متنفذين وسياسيين بمحافظة كربلة وصارت بغير محافظات همينة. بدنا نحكي اليوم عن كربلة. استحواذهم على مساحات زراعية، أراضي زراعية أو ساحات عامة، أراضي مملوكة إلى الدولة، ويتم تحويل هاي الأراضي، يعني يحولون جنس هاي الأرض من أرض مملوكة أو وقف إلى الدولة أو أرض زراعية إلى استثمارية
خاصة بهم. أهالي واحدة من المناطق بكربلاء تفاجأوا بإلغاء أحد شوارع المنطقة، يعني تخيلوا حتى شارع اللغة. ليش؟ لأنه تحولت المنطقة اللي يمر بها الشارع إلى مجمع استثماري. عن شنو بدنا نحكي؟ هنا خلونا نشوف. الحي هذا حي الانتفاضة الرابعة، تم توسيعه إلى أساتذة جامعة كربلاء في عام 2013. الحي نموذجي بمدارس، بأسواق، بروضات، الشوارع كلها منظمة. المفروض كان حسب التخطيط العمراني اللي مصادق عليه من رئاسة الوزراء. بس لحظة برخصة، التخطيط العمراني موجود، هذا شارع، هذا شارع يربط أحياء السيف سعد شارع استراتيجي، طبعا يحل أزمة الازدحامات اللي موجوده بالجامعة. بس الشارع هذا هو مال المنطقه دي مجمع استثمار. شنو هذا مجمع استثمار؟ اللي هو الشارع العام، مجمع الماسر. مجمع الماسر يقال انه هو زعاد القضاة، ما نعرف الحقيقه. لا اكيد تم الغاء الشارع اللي هو اللي يؤدي المصلحه العامه، وبدل الشارع العام اللي يحل الازمه اللي موجوده، ازمه الشوارع والازدحامات بكربلاء، ما كانوا سووا مجمع. ترى هي حتى المجمعات الاستثمارية والمولات والمستشفيات وكلها ذني، حتى المدارس هذه ترى تحتاج الشوارع حتى تقدر توصل لهن، بس انت على مود مجمع تلغي شارع، هاي جديدة. نبقى بنفس الموضوع ونبقى وين؟ همينا بمحافظة كربلاء. لقينا هناك ناشر والناس تداولت الفيديو اللي هو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يكشف به ملف فساد وتلاعب بأراضي الزراعية من قبل متنفذين، وتتحول هاي الأراضي بقدرة قادر جنسيتها من أرض زراعية إلى أراضي استثمارية. زين، وين حماية المواطن؟ وين حماية الأملاك؟ وين حماية أملاك الدولة؟ وين دوائر الطابو أو دوائر التسجيل العقاري من تأدية واجبها بحماية أملاك الناس؟ ومنه هذا اللي دا يسمح لهم أن يتلاعبون بكيفهم بملفات الأراضي، وشلون تغيرت بدون تدخل من داخل الدوائر أنفسها، وشنو دور الحكومة بهذا الشيء؟ هاي كلها تساؤلات أنا أطرح لكم إياها لما نشوف هذا الفيديو. أكبر عملية تجريف تحصل في مدينة كربلاء، أكبر عملية تجريف تحدث في مدينة كربلاء، راح تشوفونه في فيديوهات أنا جمعتهم ومستمر بجمعهم، وراح يكون على سلسلة حلقات. أتمنى من التعالى والقضاء العراقي في مدينة كربلاء ومحكمة استئناف كربلاء أن يضعون حلول. كثير من المسؤولين متواطئين ومتورطين، وأيضا مرة ثانية أسأل للسيد المحافظ وأيضا لكل المعنيين، قام مقام استاذ تدري لو ما تدري في هذا المكان، لو أدليك إذا ما تدري فأنا أدليك هذا المكان اللي يجرفون به وسووا تبليط زين، شلون من أمن لهم الغطاء حتى جرفوا وبلطوا وما حد ما بلغ عليهم، وبلغوا عليهم المنطقة الأهالي بلغوا قالهم يا بالتجريف نخل. طبعا مستمرين وياكم للبحث والتحري والتحقق. يا ريت كل مواطن حريص على مدينته، على الزراعة بالعراق، على هاي النخل اللي عمرها عشرات السنين، انه اي مكان يصير بيه تجريف يبلغني، وجزء رسالة رقمي موجود على الواتساب بالصفحة الشخصية. شوفوها هم جزء من الاراضي اللي تجرف بهذا الاتجاه، طبعا كله يتحمله قام مقام كربلاء. مع الاسف الزراعة العراقية قدر لها بعد عام 2003 ان تكون ميتة بشكل كامل وليست ميتة سريريا. مع الأسف أنه البلد كانت عنده اكتفاء ذاتي بكثير الكثير الكثير من المحاصيل الزراعية، لكن اليوم لا عندك مي، أنهر جفت، نهر دجلة والفرات على وشك الجفاف بشكل كامل ويدخل ناقوس الخطر. وأما الزراعة فالزراعة ماتت من زمان، وشيعوها الشعب العراقي، وخصوصا أنه أكو هجرة للفلاحين العراقيين من عملهم بسبب عدم اهتمام الدولة بهذا الجانب. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود ويانا من حيدر الخالدي يقول وين النزاهة؟ نايمين قاعدين ما يشوفون حجم الفساد واستغلال الأراضي الزراعية. صباح الطيب يقول بلدية كربلاء وما أدراك ما بلدية كربلاء، يدري هو ومدير البلدية والأملاك عبارة عن مافيات، ومن توصل للفقير يطبقون القوانين بحذافيرها. كرار البصراوي غريبة الحكومة، بدل ما تحرص على البساتين والمزارع تتغاضى عن المفسدين والمخربين، البلد صار عبارة عن كتلة خرسانية وصحراء.
اما جون اديسون يقول يا الله خلي يحاسبوهم لو ما يقدرون هذول متنفذين، لو بس قدرتهم على الناس الفقراء اللي تبيع على باب الله بشوارع وبهذا الحر ينعلون والديهم ويطشرون غراضهم. مع الاسف انه العراق كان يمتلك ارض خصبه الى الزراعه وما كانت تحتاج استصلاح حتى نقدر نزرعها، بينما اكو دول، وخير مثال على ذلك الامارات العربيه المتحده. دوله الامارات الشقيقه صحراء، ما كانت عندها أراضي خصبة خصوبة الأراضي العراقية، اشتغلت وتعبت وكدت دولة الإمارات حتى تحول صحاريها إلى أراضي زراعية وعمرتها، بينما العمار اللي كان موجود يمنا والزراعة والخضار والسواد اللي موجود في غابات العراق وخصوصا ملايين النخيل العراقية تجرف اليوم لتتحول الأراضي العراقية إلى أراضي صحراوية مع الأسف. نروح هسه إلى قضية الكل تابع اللي دا يصير على مواقع التواصل الاجتماعي، والكل تابع المنتخب العراقي الأولمبي في مباريات الأخيرة في كأس الخليج الأولمبي، عفوا في كأس غرب آسيا الأولمبي اللي حدثت في العاصمة العراقية بغداد واللي توج بلقبها مؤخرا يوم أمس على إيران. أمانة بغداد كل اللي سويته جت على مطعم اسم المطعم ماريا فود بمنطقة البنوق ببغداد، فلشت المطعم بحجة التجاوز رغم أنه صاحبة المطعم أثبتت لهم أنه كل أوراقها رسمية والرخص رسمية وأنه هي ما متجاوزة، لكن كانت أكو غاية عندهم غير المطعم وغير التجاوز. بداية خلينا نشوف اللي صار وياها. أنا اللي قلت لكم يا قبل شوية أنه المطعم تفلش لأنه أكو حجة تجاوز من قبل أمانة العاصمة العراقية بغداد، لكن مالكة المطعم أكدت أنه أكو جهات ابتزتها وطالبتها أن تدفع مبلغ أسبوعي 1,000,000 دينار عراقي، يعني بالشهر تعطيهم 4 ملايين مقابل أن يبقى المطعم مكانه. ليش؟ لأنه أكو هواية من القنوات الفضائية العراقية دعمت المطعم مالتها، ولما رفضت جت الأمانة فلشت المطعم وحطمت محتوياته بدون سابق إنذار. ماريا صاحبة المطعم لاقت تعاطف كبير على منصات التواصل الاجتماعي واشتهرت قضيتها بأنه هي تشتغل أو تسوي أكلات سريعة ويشتغل وياها عدد من الفتيات والشابات والطالبات العراقيات لأجل مساعدتها هي ومساعدتهم هم. خلونا نشوف. جميل قالوا لي لازم سلمينا لأنه الإعلام ضارتي دفعي للقنوات فلوس. علي صوتك. قالوا لي ضارتي دفعي للقنوات فلوس وهاي، قلت لهم والله هو ليالي كاس جوني ودعموني. قالوا صوتك أنت الباب الرئيسي لهم. يعني انت بسبب انه ليالي الكاس وعلي نوري وقناه اي نيوز خلوش مجانا الداعم الرسمي للبطوله او للبرنامج، قالوا لك انه انت جاي تدفعي لهم فلوس، فمثل ما تدفعين لهم تدفعينا كل اسبوع 1,000,000. كل اسبوع 1,000,000 يا رجل. كل اسبوع 1,000,000. قلت له انا ما اقدر، انا سنويا ادفع للدوله. كان يقول لي انت كشك مالتك اصولي عندك اجازه مجاز من قلب الامين بغداد. انا زين ما حصلت من يمه بس ماكو. أنا ما بلغني بالليل هو أبو التجاوزات، يعني كل ماشي اصطبوني بس أنا قلت ما حسوي شيء. يعني أنت قالوا شو تطينا 1,000,000 بالشهر بالأسبوع؟ بالأسبوع
لانه انت عندك فلوس وجاي تدعمين قنوات باعتبار. قالوا لا تعطين مليون، قلت له والله ما واحد يعني ليش تعطون، انا ما كنت ازعجي لحد ما يسوي مليون اسبوعيا، لانه هي طلعت بقنوات. يعني على كلامكم هذا باكر عقب اي قناه سوي لقاء ويا اي واحد لازم يدفع لكم فلوس. زين السؤال اللي ينطرح هنا، بما انه هي دا تطلع بدعايات وما اعرف شنو هالامور، فانتوا جيتوا قلتوا لها انت عندك فلوس الطينه يعني خاوه بالنسبه الى باقي المولات وباقي الاشياء اللي طلعت تجاوز. اكو هوايه طلعا على هاي الشاشه، اكو هوايه طلعا على هاي الشاشه تجاوز بس تتبع الى متنفذين. تقدرون تفلشوا لهم يا مثل ما فلشتوا هذا المطعم؟ هذا السؤال الأهم اللي ينطرح على الحكومة وعلى وزير العمل وعلى وزير التخطيط وعلى أبو النزاهة وعلى أمانة العاصمة وأي دائرة بلدية. الناس لما شافت قضية ماريا تعاطفت في هذا الموضوع وعلقت على هذا الموضوع. أول تعليق من فيسبوك سجاد هاشم الجابري يقول والله قهر، الأحزاب ما خلت مكان ما استحوذت عليه، بس على الفقير القانون، والدليل أنه شارع استحوذوا عليه عادي بس مطعم شالوا. محمد عوفي العتاب يقول السراق يتجاوزون على مليارات البلد والفقير مسحوق بهذا البلد. علي العجرشاوي يقول من الأخير العراق تحكم أحزاب وميليشيات منفلتة وقحة خارجة عن القانون، والدولة لا تقدر عن ردعها وضربها، بلد عصابات وشكرا. أما مهند محمد يقول الوزراء والنواب كلهم قاعدين في بيوت تجاوز وغير رسمية، بس الفقير يقدرون عليه، أما هم ما يقدرون عليهم مثل ما أنا سألت هذا السؤال قبل قليل. مشاهدينا الكرام، أنتم تعرفون أنه أكو نافذة اسمها نافذة أنت ترى اللي وجدتها قناة الرافدين حتى تنشرون اللي أنتم تصوروه وما عندكم طريقة للنشر وتردون يطلعوا على الشاشة. هالسبب وصلتنا مطالبة من أهالي أو من أهالي قضاء المسيب محافظة بابل بسوق المسيب اللي يعتبر واحد من أقدم وأهم الأسواق بمحافظة بابل. هاي المطالبة عبروا بها عن غضبهم واستياءهم بسبب طفح مياه الصرف الصحي، عذرا المجاري، فيضان الشوارع بمياه الصرف الصحي. هذا الشيء اللي أثر على محالهم، أثر على السوق وأثر على الناس، وأكدوا أن السوق يفتقر إلى الخدمات ويعاني من الإهمال قدام أنظار المسؤولين بدون أي حلول بدون أي اهتمام. وطالبوا الجهات، لأنه المواطن العراقي ما المفروض يناشد، هو يطالب ذات العلاقة، أن تنظر إلى معاناتهم والإسراع بسحب المياه الآسنة اللي تتسبب أمراض روائح كريهة ومنظر غير لائق، إضافة إلى كثير من المشاكل الأخرى للسوق وإلهم والقضاءهم والمنطقتهم. خلونا نسمع مناشدتهم. هذا سوق المسيب، تاريخ المسيب، عمر المسيب، طاق باوع، شوف المجار هاي طاق، لا واحد يجيك، لا واحد يوصل لك، لاكو خدمات. خويا تجيب الصاروخيه، شوف هاي العالم، هاي ما يقدر يفتح هسه الرجال، ما حد هسه، هاي السايدين قافله ترى، كلها خيسه، سودة وريحه وشغله يعني معيبه والله. نعتب عليكم يا مسؤولين المسيب، البلديه مال المسيب، من يجي لعد؟ شوف المجاري اللي طاق قباوة باوة، شوف لا واحد يقدر يفوت. أنا هذا المحل مالي عزلته، شوفه عزلته، ماكو خاصة الوضعية. شوف باوة، شوف المجاري، صور صور، شوف عمي الله يقبلها محمد الناشيد أبو البلدية أبو المجاري، يا دك قاعدين غادي تطلع وشوفوا تشوف هسه الوضعية. أنا عندي ولد في مرض بعد ما أجيبه للمحل، حتى أنا راح أعزل. أنا يوم قمت بين يوم ويوم أبصر حتى الجوع والأذية. أشوف هاي العالم ما قامت شردك، السوق صار خرابه. هو هذا شو اسمه الوضعيه، كان هذا السوق ينحذف فيه، ابو الحصوه يجي، ابو الاسكندريه يجي، ابو منا ومنا العالم الغربه، يعني ما يصير هيك. شوف المجاري طافحه، بوري هي قد مخليه على نهر الفرات، وتعرف هاي الشغله وهاي السام الدجاج والكذا والسمك الوساخه مالته كلها تدب الشط. زين وين راحت الصحه؟ وين راحت شو اسمه؟ لا مسؤول حاسب ولا كل شيء، كل واحد حاير بدربه، واحنا نقول بس اللهم ربي ان يهديهم فقط. قبل كم يوم طلعنا فيديوهات الى نفايات منتشره في اسواق في محافظه ذي قار، قبلها طلعنا اسواق في بغداد ايضا نفس الحال، اسواق في محافظه النجف نفس الحال، البصره كذلك، العشار، اليوم عندنا محافظه بابل. انا اريد اسال سؤال مهم،
تتذكرون عبعوب لما قالوا له شنو رايك بالامارات؟ قال زرق ورق واحنا راح نخلي بغداد احلى من دبي. هل يقصد احلى من دبي بهاي المناظر؟ وانتم عليكم الجواب. البارحه استضاف المنتخب العراقي الاولمبي لكره القدم نظير الايراني بملعب المدينه بغداد بالمباراه النهائيه لكاس غرب اسيا اللي انتهت الدقائق التسعين بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. لما نلتجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح رجحت كفة العراق، والحمد لله والشكر استطاع لاعبو المنتخب العراقي من تحقيق الفوز بواقع 5-4، وتمكن العراق من الظفر بكأس غرب آسيا الأولمبي لأول مرة بتاريخها بدورته الرابعة، وانتشرت مقاطع هواية من داخل الملعب اللي تبين لنا هتاف الجمهور ضد سياسات الحكومات وإيران بالعراق بهتاف ذيل لوغي أنعل أبو إيران لأبو أمريكا. كانت هاي هتافات الجماهير في الملعب. في شكل سريع جدا انتشرت القوات الأمنية بالملعب وتصدر وسم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ترند العراق اللي هو المنتخب يجلط التبعية. قبل لا نقرأ التغريدات على هذا الوسم خلونا سوية نشوف اللي صار البارحة بالملعب وبعدين نروح نقرأ التغريدات. أنت نشرت قواتك الأمنية بهاي الصورة الكثيفة أمام الجماهير، الملعب ممتلئ على بكرة أبيه بجماهير تشجع المنتخب العراقي، لكن أريد أسأل حكومة الإطار والإطار والأحزاب والكتل السياسية بكافة طوائفها بكافة أفرادها، إيش قد هم 10-20 ألف من الموجودين يعتبرون سياسيين؟ هاي الحشود وهاي الهتافات ما وصلت لكم رسالة إلى حد هاي اللحظة؟ ما وصلت لكم رسالة أنه الشعب وصل حد وياكم؟ ما وصلت لكم رسالة أنه الشعب فهمكم صح؟ هو مو اليوم فهمكم، فهمكم مو من ثورة تشرين، فهمكم مو من انتفاضات السوح الكرامة العزو الكرامة بالمحافظات الست المنتفضة، افتهمكم من زمان، بس ما وصلتكم رسائل لحد الآن، وانتم لحد الآن بكل عين صلفة ولا دايرين بال للشعب. هذا اللي صار البارحة بالملعب. فلهالسبب تصدر ترند العراق اليوم وسم اللي هو هاشتاغ المنتخب يجلط التبعية. فجبنا لكم بعض التغريدات على منصة تويتر الزمن الصافي تقول: نزول قوات الشغب على إثر هتاف وطني بحت ما هو إلا دليل على أن الأحزاب الحاكمة يزعجهم الصوت الوطني، وما هي إلا حكومة إيرانية أمريكية، وعدم حضور رئيس الوزراء إلى الملعب كان بسبب تخوفه من رفض الشعب له وللإطار. هاشتاغ العراق وإيران، هاشتاغ المنتخب يجلط التبعية. أبو السجاد الشريخي: فعلا جماهير عبرت عن حبها للوطن وحقدها على كل فاسد وذين اللوغي. الجماهير هتفت ذيل لوغي أنعل أبو إيران لأبو أمريكا بسبب ما فعلته إيران وأمريكا بالشعب العراقي. كانت هكذا ردت فعل الشعب العراقي. هاشتاغ المنتخب يجلط التبعية. ابن العراق غرد: أجمل ما في المباراة، الجماهير العراقية تهتف، إيران برا برا، بغداد تبقى حرة. هاشتاغ المنتخب يجلط التبعية، هاشتاغ العراق إيران. أما صفا غردت: ألف مبارك للعراقيين بفوز المنتخب الأولمبي، ولا عزاء لكل تبعي، هارد لك للذيول، هاشتاغ المنتخب يجلط التبعية. وكانت هذه التغريدات حول هذا الهاشتاغ بعد أن فاز المنتخب العراقي بكأس غرب آسيا الأولمبي على إيران بركلات الترجيح. لكن المشكلة أنهم ما عجبهم هذا الشيء. رسائل الواتساب وصلتني رسالة: أستاذ أفل تحية لك ولجميع كادر قناة الرافدين،
أستاذ أفل، الكهرباء صفر في العراق، ونظام الصحة صفر، ونظام التعليم صفر، والخدمات صفر، والجفاف والتصحر أكل الأراضي في العراق، ورئيس الوزراء يضع مشروع لربط العراق بتركيا وأوروبا بقطار سرعته 300 كيلومتر في الساعة، كذلك يضعون ميزانية لثلاث سنوات ولا يحسبون لسعر برميل النفط مستقبلا. ماذا تتوقع بعد من هاي الحكومة؟ هذول يخوطون بصف الاستكان، هذول كلهم ذيولة مو رجال سياسة، البلد بحاجة إلى قادة وطنيين مو ذيول. أخوك أبو مالك من أمريكا، كانت هاي الرسالة اللي وصلتني. مشكلة العراق ومشكلة حلقة اليوم إذا لاحظتم فساد 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 وتبعية، هاي مشاكل العراق. زين، تباوع على الفساد اللي حكمون، الفساد الثاني اللي حكمون، الفساد الثالث اللي حكمون، الفساد الرابع اللي حكمون، والتبعية اللي حكمون. أما الشعب العراقي لا قابل بهاي ولا بهاي ولا بهاي ولا بهاي ولا بالتبعية. بالمقابل دول اللي جايين على ظهر الدبابة الأمريكية، دول اللي جوي ويا الاحتلال، دول اللي روجوا إلى أكاذيب حتى يحتل العراق، حتى يصيرون هم بالحكم، وسرقوا العراق وأموال العراق ودمروا العراق وانتهى كل شيء جميل في العراق من زراعة وصناعة وتعليم وكثير من القطاعات، صاروا هم الوطنيين. ولما المواطن يطلع ويحكي بهذه الصورة يقولوا له أنت خاين للبلد. فيا ترى من الصح؟ أترك الجواب يمكم مشاهدين الكرام. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله باكر. في أمان الله.